متابعينا في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم سارت أجواء شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة، وانتشرت كمية من الغيوم المتوسطة والعالية، تخللت بعض الغيوم الركامية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. سوق الأقمال الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في الأجزاء الجنوبية من المملكة، المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا أقصى جنوب المملكة. سرعة ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعة ما قبل الظهيرة، وعادت وتشكلت الغيوم الركامية والمتوسطات الارتفاع في عموم المنطقة الجنوبية الغربية خلال ساعة الظهيرة، في حين سادت أجواء صافية في باقي المناطق. استعرض الآن وياكم الحالة أو تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم حتى يوم الثلاثاء. نهار اليوم سارت أجواء شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية، في حين الأجواء كانت أكثر اعتدالا فوق المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا من مرتفعات تبوك. يوم الاثنين تشتد درجات الحرارة في المنطقة الشرقية، تحديدا لتكون في أواخر الأربعينيات مئوية في حفر الباطن وأيضا المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية ومنطقة الإحساء، في حين تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا فوق المرتفعات الجبلية العالية. يوم الثلاثاء أيضا المزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة في أجزاء الشرقية من المملكة، درجات الحرارة تلامس 50 درجة مئوية في أجزاء من حفر الباطن المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية وأيضا منطقة الإحساء، في حين تكون درجات الحرارة بين منتصف وبداية الأربعينيات في باقي المناطق، بينما تكون أكثر اعتدالا في المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا مرتفعات منطقة تبوك. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. طقس صافي 31 درجة مئوية، المحسوسة 29، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة. أجواء شديدة الحرارة الاثنين 45 ل 31، نفس الأجواء والحرارة يوم الثلاثاء والمزيد من الارتفاع يوم الأربعاء لتسجل 46 إلى 32 درجة مئوية. نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء شديدة الحرارة، تبوك 43 إلى 28 درجة مئوية، عرعر وسكاكا نفس الحرارة 44 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 46 إلى 34، جدة 34 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 43 إلى 29، والطائف 35 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار، أبها 30 إلى 19، الباحة 30 إلى 20، وجازان 39 إلى 33 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 42 إلى 29، حفر الباطن 48 إلى 32، والإحساء 47 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الرياض 45 إلى 31، نفس الحرارة والأجواء في بريدة، أما حائل 32 إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.